من المنتظر أن يكون اللقاء على درجة. كبيرة من الفنيات مع تشكيلة الفريقين قبل انطلاقة اللقاء بلحظات. بالنسبة لوفاق الخشب والفلين القل يمثله كل من بغلول، عزون، العمري، كرميش، الشطي، بالعيشية، صدراتي، لطرش، قوادريا، أحمد شاوش وزروال. في الاحتياط لدينا مزدور، عجريم، بعداش وسجادي وأيضا بوتشيشة. يدرب الفريق كل من بوزي دلياس وكزار، ويمثل جمعية إلكترونيك تيزي وزو في هذا اللقاء كل من عمارة، صادمي، لارباس، حفاف، أدغيغ، عبد السلام، بلحسن، فرقاني، بويش، بحبوح ومنات. وفي قائمة الاحتياط طيابي كحارس احتياطي، بوزار ودرياس، بن قاسي ولعجاج. مدربان هما محي الدين خالف وزيفودكو. ملحق 5 جويليا وحصة واحدة، فرصة وعالية. فرصة كانت خطيرة من مناد بالرجل اليسرى قوية. كرة تعدات الخط، هذا جناح الجمعية، جمعية إلكترونيك تيزي وزو. محاولة الدخول من الأجنحة من جانب الجمعية وكاد بيش تعدى. تعود لصادمي، تبادل كروي بين صادمي وفرقاني، مرفوعة في اتجاه الهجوم، فرصة بويش يضيع حقيقة فرصة ثمينة لا تعوض. ونحن في الدقيقة 37 من الشوط الثاني. خطيرة من بحبوح، جميلة، قدفة قوية، و يحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد. صدراتي وكاد أدغيغ أن يسجل ضد مرماه. دقيقتين على النهاية فقط ويتواصل اللقاء بملعب 5 جويليا بين الجمعية والوفاق. فتحة من لارباس خطيرة، وفرقاني، يتمكن من مخادعة. إذن فرقاني من تسجيل الهدف. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم عن نهاية اللقاء. وقائد الجمعية علي فرقاني يتسلم الكأس من يد السيد رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب.